طيب تعالوا دلوقتي نروح لزميلتنا منى علشان نتعرف منها على ايه اخر اخبار الطقس والعملات واسعار الذهب. صباح الخير يا منى. صباح الفل عليك يا مصطفى. صباح الفل عليك يا جوبادة. صباح الخير يا منى. النهارده الجو يعني مازال فيه انخفاض في درجات الحراره بالرغم من ان الجو برضو مازال مائل للحراره في القاهره، لكن اجمالا احنا مش متعودين على الجو ده، بس ربنا يديم يعني النعمه ونفضل كان حر في العيد ويرجع تاني برد بعد العيد. ظريف يا مصطفى، احنا مش عايزين ندخل الحر بدري علينا قوي كده، محدش بيبقى مستحمل يعني، فكده كويس خالص. تمام. صباح الخير على كل مشاهدينا. خلينا نتابع مع بعض متوسط اسعار صرف العملات الرسميه. هنبتدي على طول مع بعض بمتوسط اسعار صرف العملات. هنبتدي بالدولار الامريكي، شراء 18 جنيه 44 قرش، بيع 18 جنيه 52 قرش. اليورو 19 جنيه 33 قرش للشراء و19 جنيه 43 قرش للبيع. الجنيه الاسترليني 22 جنيه 91 قرش للشراء، 23 جنيه و3 قروش للبيع. الفرنك السويسري 18 جنيه 92 قرش للشراء و19 جنيه وقرشين للبيع. الريال السعودي 4 جنيه 91 قرش للشراء، 4 جنيه 94 قرش للبيع. الدينار الكويتي 60 قرش و60 جنيه و5 قروش للشراء، 60 جنيه 41 قرش للبيع. الدرهم الإماراتي 5 جنيه وقرشين للشراء، 5 جنيه و4 قروش للبيع. واليوان الصيني 2 جنيه 78 قرش للشراء، 2 جنيه و80 قرش للبيع. خلينا بقى كمان نتعرف على متوسط أسعار الذهب. العيار 18 بيسجل 980 جنيه للجرام، عيار 21 1145 جنيه للجرام، عيار 24 1308 جنيه للجرام، أما الجنيه الذهب فبيسجل 9160 جنيه بانخفاض عن الأمس. خلينا بقى نستعرض مع حضراتكم جولة سريعة في أحوال الطقس. النهاردة هيكون في انخفاض في درجات الحرارة، والطقس هيكون مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، وفي كمان نشاط رياح على كافة الأنحاء، وهنلاقي فرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء. درجة الحرارة النهاردة في القاهرة هتكون 28 درجة، أعلى درجة حرارة هتكون في أسوان 36 درجة، والأقل هتكون في مطروح 22 درجة. هنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل بعد قليل.